في عصرنا الحالي مفهوم النجاح لا يقتصر على تحقيق ما تريد، فبعد إدراكك لأهداف وأفكار جديدة ومتميزة يصبح نشرها ومشاركتها والتعريف بها حق لك وواجب عليك في محاولة للتأثير بالآخرين وإلهامهم. لذلك تستضيف اليوم جامعة النجاح الوطنية مؤتمر تيدكس العالمي، والذي يهدي الرياديين الفرصة لمشاركة تجاربهم وقصصهم في كافة المجالات. فالأمل والعمل كلمتان متناغمتان والعلاقة بينهما نسبية، فكلما زاد العمل ترسخ الأمل بغد ومستقبل أفضل. هذا ما سنراه في تجربة المتحدثين معنا اليوم، الزاخرة بالتحدي وبالإصرار على التميز. ففلسطين بحاجة إلى جهود جماعية وتشاركية متتابعة للنهوض بها من قلب المعاناة والظلم والعدوان. تجارب لأناس تميزوا، وهم أيضا يتميزوا بحياة كانت ليست بالسهلة، لكن استطاعوا أن يذللوا الصعاب ولتدفع الآخرين ليسيروا في طريق الوصول إلى القمة وفيها الإرادة والإبداع. عندها رحت برقد وأنا مبسوطة بحضن أمي بعد جلسة العلاج الطبيعي الصعبة، بحكي لها ياي، وأخيرا رح ألتحق بالصف الأول. وقتها أهملتني وهمست بدان أمي وحكت لها نصيحة ما تدمجيها مع أخوتها بنفس المدرسة، لأنه رح يكونوا أفضل منها أكاديمياً وتتراجع نفسياً. بفضل من الله بمساعدة أهلي قدرنا نبدد الشك والخوف، والتحقت بالمدرسة ومع أخوتي كمان. وممكن يفكروني غريبة الأطوار، لكن بعد حين قررت أني أشارك هاي الفكرة وأتحرر من مخاوفي وأبدأ مرحلة جديدة من حياتي ما فيها خوف ولا فيها تردد ولا أقلق شو بحكم الناس علي. هذا سائد صغير، كنت ألبس بدلة باليوم اللي بروحش فيه على المدرسة أو يوم الجمعة. هذا عقلنا، هذا الخوف اللي كنت حابة أحكي عنه حقيقة، اللي هو الطريق اللي أدى لهي اللحظة. أحيانا الطريق ممكن يكون بنفس لذة الوصول، ممكن أحلى. حكوا لي طيب شو الطريق اللي ودى لهي الجائزة؟ حكيت لهم أنا إنسانة سعيدة. كل شو؟ حكيت لهم أنا إنسانة سعيدة، أنا كل يوم الصبح بس أصحى بطلع على المراية بشكر ربنا أني موجودة بهاي الحياة وبضحك. ترى هيك لو كلياتنا ضحكنا، يعني خلينا نطلع ضحكة مرة واحدة. أما أنتم مشاهدين الأعزاء، فما عليكم إلا أخذ العبرة والتقاط ما يلامس ويتقاطع مع طموحاتكم وأحلامكم لتحقيق النجاح والتميز. لفضائية النجاح نغم سمعي.